التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم. شوطا يبدا وشوطا ينتهي بالإثارة بعدما تابعنا سلهود في شوطنا الماضي، قدم العرض الجميل والممتاز بدون أي أوامر. دقيقتين وعشر من الثواني، شوط الثالث ينطلق حفظا من الله ورعايته، ومباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول من تفتتح النداء على مقدمة هذا الشوط. أتابع مرعوشة سالم بن علي بن كمينة يتقدم على مقدمة هذا الشوط، أهلي نيبي يتقدم الجموع آخذ المركز الثاني، الوصول مع هملولة خليفة بن بخيت المنصوري يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم المتمرد ليقدم لنا شاهنية محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي. هذه نتيجة للمراكز الثلاثة المتقدمة، الحاضرة بالانطلاق والحاضرة بالابداع. اتابع الاسماء الاخرى الشعارات الاخرى الحاضرة بهذا المسار والمنطلقة والمبدعة، ولكن وين مرعوشة؟ وين مرعوشة على مقدمة الشوط على المركز الاول؟ سالم بن علي بن كبيرة علي نيبي على مقدمة الشوط على المركز الاول، ولكن راعي سلهود يقدم لنا هملولة دشت معاهن واسمها هملولة. خليفة بن بخيت المنصوري يتقدم على المركز الثاني، والاسماء الاخرى والشعارات الاخرى، ولكن المعركة طاحنة ما بين الاثنين. الكل ما حرك مرعوشة وهملولة، ولكن مرعوشة سالم بن علي بن كبينة يقدم لنا مرعوشة. تهانينا وناموس، ولكن المنصوري اللحظات الأخيرة، هملولة السلالة الهملولية من تنتصر بهذا المسار، بينما المركز الثاني تتقدم مرعوشة سالم بن علي بن كبينة. المركز الثاني وصل الشاهنية محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي. دقيقتين تسعة من الثواني مع هملولة خليفة بن بخيت المنصوري، والنقطة الثانية لهذا الشعار في هذا المساء، تهانينا والناموس.